الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سلام ذر الإيمان، فاذكروا الله عند كل شجر وحجر، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وأن الله ليس بغافل عما تعملون، واقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فإن السنن هي الأنوار، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، فإن الحب هو الإيمان كله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبي هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى، واستعملنا وإياكم بسنته، وحيانا وإياكم على محبته، وحشرنا وإياكم في زمرته، وسقانا وإياكم من شربته شرابا هنيئا مريئا سائغا لا نزمه بعده أبدا، وأدخلنا وإياكم في جنته بمنه وكرمه ورأفته، إنه هو الرؤوف الرحيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى أبني الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمي الشريفين المطهرين من الأدنى سيدين أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا من عباد الله، رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنه هو الغفور الرحيم.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Please straighten the safs and fill the gaps. Jazakumullah.